اللهم صل على محمد وآل بيت محمد الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى زوار الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام على باب الحسين قطيع الكفين ساقي عطاشا كربلاء وحامل اللواء وكافل الحوراء بالفضل العباس ورحمة الله وبركاته. السلام على الوفية، السلام على الأصيلة، السلام على باب الحوائج مولاتي أم البنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مشاهدي ومتابعي ومحبي قناة الإمام الحسين الثانية، حياكم وبياكم من كربلاء الحسين، من بين الحرمين، من جوار الخيام والتل، وحلقة جديدة من برنامج سفرة أم البنين، سفرة العطاء، سفرة الشفاء، تسهيل الأمور، الرزق، الحفظ، الأمان، الذرية، النجاح، كل شيء بهذه الليلة نقدمه إلى مولاتي أم البنين بالذكر، بمجالس الحسين، السلام على الحسين، بزيارة الحسين، إن شاء الله تقضى جميع الحوائج. كل المشاهدين إن شاء الله لن ننساكم في هذه السفرة من داخل وخارج العراق، وندعو لكم إن شاء الله بالتوفيق لزيارة سيدي ومولاي الحسين وسيدي ومولاي قمر العشيرة سوية. نتوجه بهذه السفرة بقراءة الأبيات، وأنتم كذلك شاهدوا البرنامج، واللي عنده حاجة يسوي سفرة داخل البيت وينذرها لأم البنين ويخلص المجلس يوزعها بركة ويقول للناس اللي الحوالي جيرانه هذه سفرة أم البنين لقضاء الحوائج لتسهيل الأمور إن شاء الله سوية. نتوجه لباب الحوائج. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على أم البنين اجت حرمة تنعب كل الأوزان من كثر البواج منقع الردايان، تقول أنا شريكتكم بالأحزان، من حرورة حكي هجلت كسبار. خادم الإمام الحسين سيد جلال الواجدي، تذر الملح ذر على المحاكي، الحكي الصوغة مثل صوغ التراكي، ضج البيت ضج من البواكي، هذا الوصف لمعباس الأزهار. دخلت أم البنين بس طبت وصاحت يلت الطمو، أريد أنحب وعينا بن عمعون، أريد أنحب وعينا بالنعم عون، موش دموع عصب فصوص العيون، مصاب الحر هد حيل وتطشّار، الخلق ضيّج
وحيس القلب مجمور أخافا قصروا وياك البدور خوما خالفوا لك بالأمر شور خدم زتيتهم وي بنت حيدر وديت أولادي خدم لزينب خدم للحسين جاوت مولاتي زينب حشى يم الزلم كلفين وثقال من خزراتهم تزحزح جبال الرجل مو بالحكي يبين بالافعال بالافعال قول وفعل من ولدك ولد قسوار وبعد عندك شبل بالحياه من صال يبرد القلب يبرد القلب يبرد القلب اسمه وراح للبال قمر للحرب صاعد نازل هلال يا ابو فاضل قمر للحرب صاعد نازل هلال من كثر الطعن جسمه تهزار يمه يمه مولاتي يا أم البنين نحن جوار الحسين وليدك وعزيز على قلبك يا مولاتي والناس حملونا أمانة اللي عنده مريض اللي عنده حاجة مستعصية اللي ما عنده ذرية هاي الليلة جوار الحسين ليلة الجمعة ليلة استجابة الدعاء نتوسل بالحسين بك إلى الله وشن نقول ما عنده وفاء لو ما بكت لك عين على أم البنين ما عنده وفاء لو ما بكت لك عيني على أم البنين الكل شتنطيني أي الكل شتنطيني يلا قدم الحاجة الآن لأم البنين سلام الله عليها شو تقل لها قلها مولاتي مغرقني فضلك وبيش جازيها بويا مغرقني فضلها وبيش أجازيها اش ما سويت أبدا ما أوافيها بسم حسين أحلفها وأحاكيها منمون عليها حاير ما تخليني مون على أم البنين أم عباس وأم عبد الله وأم جعفر وأم عثمان ديها تشبه الكوثر خادم الإمام الحسين حيدر بشار الدراجي بويا أم عباس وأم عبد الله وأم جعفر وأم عثمان ديها تشبه الكوثر منريد أطلب طلب هيهات تتعذار مثل عطشان من كوثرها ترويني بعد مناجاتي الخدم هالطاهرة صارت وحرز للي عليه دنيا الغدر جارت
أشعار بوصفها اختلت وحارت، المعروفة بوفاها قبل تكويني. شنو أمنيتنا؟ يمتى نشوف قبة ومنبري وحضرة. يا الله، يمتى نشوف قبة ومنبر وحضرة، ولطمية بصحنها نلطم ونقرأ ونقرأ. سلام الله على اللي خدمة الزهرة. شلون خدمة الزهرة يا أم البنين؟ سلام الله على اللي خدمة الزهرة أو نعليها أبدا. إي والله ابكي على أم البنين. أو نعليها بد ما يخلص ونيني ونيني. دعاءنا شنو؟ ندع الله الفرج للغايب المضطر، كل جمعة القدومة بلهفة نتنطر، كل جمعة القدومة بلهفة نتنطر، جرحنا يطيب يوم المنتظر يظهر يا صاحب الزمان، جرحنا يطيب يوم المنتظر يظهر، اش ما طال الحجر ناره تجويني. بعد مولاتي زينب سلام الله عليها، من رجعت زينب والنساء أو تلتقي أم البنين بزينب، شنو حال زينب كان؟ يلا قدموا الحوائج. من اليسار للدار زينب من جات، سمعت ام عباس وعليها اعتنات. شنو صار؟ مرت على معان، مرت على معان من طب الجزات، تنشد النسوان عن زينب غدات. وين زينب؟ أرد عزيها، أرد أخذ من خاطرها. يلا ايش قالوا لها؟ من كثر عظم المصاب تغيرت، من كثر عظم المصاب اتغيرت. وين زينب؟ صاحت وزينب بكت، ويلاه يا زينب، وين زينب، وين زينب، وزينب بكت بكت. وين زينب؟ صاحت وزينب بكت، خادم الحسين حسين الزرقاني، بويا وين زينب، وين زينب؟ صاحت وزينب بكت، اعلى الهزل للشام زينبكم مشت يا ابويا، اعلى الهزل الهزل للشام
زينبكم مشات ومن كثر عظم المصاب تمرمرات. الله يساعد قلبك يا زينب، شلون تمرمرتي بعد ترجع مولاتي زينب للمدينة وتدخل على أم البنين تستقبلها؟ شنو صار؟ تسأل أم البنين عن أولادها عن بطولاتهم، خو ما قصروا. قالت كون حسين سالم للوطن عاد، وكون الليالي ويا شي رجح الليالي مولاتي، كون الليالي ويا تنعاد لحسين فدوة تروح الأولاد يا يما فدوة بويا لحسين 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 فدوة تروح الأولاد، غدر بي زمان وراد ما راد بويا غدار غدر بي زماني وراد ما راد، وقلب من الونين عليه ما هاد بويا ما هاد. بعد شنو قالت أم البنين؟ ايش قلت يا مولاتي؟ قالت خلي يوحش ويظلم نزلهم فدوى الولد لحسين كلهم يا يما، خلي البيت يكون أظلم بعد الأولاد بس الحسين يرجع سالم. خلي يوحش ويظلم نزلهم فدوى الولد لحسين كلهم، بس كونكم راضين بس كونكم راضين عنهم، بس قولي يا زينب من دفنهم بويا، بس قولي بس قولي بس قولي يا زينب من دفنهم، لو ظلت على الغبرة جثتهم بويا، لو ظلت لو ظلت على الغبرة جثتهم، طول العمر راح راح افتقدهم يا هل بعد دفال لهم يا ابن امي يا البعاد دفان لمويوم. وصفة لكل مريض لكل معلول، اسمع هذه الأبيات. أكو دكتورة أكو دكتورة مو مثل الأطباء، ما تاخذ فلوس على الاستشارة، شنو نسوي؟ تقرا الفاتحة كان هذا سونا ولا، تقرا الفاتحة كان هذا سونار، وصلاة على النبي تحدد قرار، خادم الإمام الحسين أبو باسم الزيادي يمشي بباش بن هالباص مفتوح عند الحسين، يمشي بباش بن هالباص مفتوح، ويكتب لك علي أجمل عبارة
يم حسين حلل دمك وشوف مقياس الضغط ويا الحرارة للمعلول عدهم دوا بلا مال ولا للمعلول عدهم دوا بلا مال بس كونك تحافظ على الطهارة صف النية وانخى وتاخذ مراد علاجك سهل ما بيك المرار هاي الحرمة من هي اسمع هاي الحرمة من هي الطيب الناس أم عباس هاي أم الحيارة شهادة حصلت جي تبكي الحسين شهادة حصلت جي تبكي الحسين ونالت بالفخار أعظم جدارة ونالت بالفخر أعظم جدارة أدور بالضحايا يلا مولاتي أدور بالضحايا ولون مخطوف بلش حسين أشوف وراع الجفوف يما أدور بالضحايا ولون مخطوف بلش حسين أشوف وراع الجفوف قلب بيوم قلب بيوم عاشير من ترس خاف خادم الإمام الحسين يقول أبو علي الكربلائي قلب بيوم عاشر من ترس خاف ودخان المخيم حاجب الشوف ودخان المخيم حاجب الشوف أصيحا وين أخوت الكلها معروف خيل وجيش هجمت صفة صفوف ويلا أصيحا وين أخوتي الكيلها معروف خيل وجيش هجمت صفوتي صفوف بويا لعا لعان هجم وانا لا كفال لا كفال لعان بويا هجم هجم وانا لا كفال لعان وشوف ايتامكم يا حسين يا حسين بويا شوف اشوف ايتامكم يا حسين لعان عثرت بعون لا تشن قلت لا عان يم بويا عثرت بعون
عثرت بعون لكن قلت لا عون خلق ذاك يا ابن عيون لي يا خلق ذاك يا ابن عيون لي. واخير بيت ان شاء الله وناخذ الاتصالات خلي الناس هالليله يزورون الحسين وسيدي ومولاي قمر العشيره من عم هراع جود تنشد اسكينه يا ابويا ليش وياك ما رد ولينا من عم هراع الزاد تنشد سكينه يا ابويا ليش وياك ما رد ولينا ما ظنيق الهي عود راعي الحميه يسكن دربج غاب بالغاضرية ما ظنيق العيود راعي الحمية يسكن دربج غاب بالغاضرية قطعة وجفوف بيام جيش المية عالشاطئ ظل مطروح مصيوب عينه عالشاطئ ظل مطروح مصيوب عينه لخادم الحسين الشاعر الطيب عقيل السيلاوي كل المشاهدين لكل المتابعين لكل المحبين لكل دمعة نزلت هذه الليلة بذكر الحسين بذكر قمر العشيرة بذكر أم البنين تقضى جميع هذه الحوائج في سفرة الكريمة الحنونة اللي تعرف بقلوبنا شنو من حوائج عندنا شنو نتمنى. اللي يسألني على النجاح اللي يسألني على الذرية اسأل أم البنين وأنت ناعي أم البنين وأنت خادم أم البنين شرف ما بعد شرف. إي والله خدمة الحسين وخدمة أم البنين ونحن جوار الحسين. وأرجع وأذكر إن شاء الله سفرة أم البنين مستمرة كل ليلة جمعة الساعة 9. كذلك هنالك موجود بث مباشر لصفحة الفيس التابعة لقناة الإمام الحسين البث المباشر. كثير ناس يسألون ما يشاهدون مثلا التلفاز موجود بث مباشر شاركوا البث وأكتبوا أسماءكم إن شاء الله إحنا ننوب عنكم الزيارة والدعاء. وناخذ اتصال أم نجم من بغداد. حي الله أم نجم أهلا وسهلا. بعد قلب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بالعافية عليك على هاي الغرايز. رحم الله والديك بركة داك رحمة على أمك وبوك على هذا الحس شلون حتى بجيت بهذا الحس الحلو. الله يرحم والديك ويعطيك العافية إن شاء الله. رحم الله والديك يلا تفضل على سفرة أم البنين. يلا سلم على الحسين ليلة الجمعة وخلي اسمك هالليلة يسجل في سجل زوار الحسين. يا الله السلام على الحسين وعلى عقل الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى مثل وعلى بالفضل العباس جافي حلوى الحسين وعلى زينب الحوراء وعلى أم البنين وعلى فاطمة الزهراء وعلى زينب الحوراء وعلى خولة بنت بصيح وعلى غرغية وعلى أمير المؤمنين. ندعينا من محبتك يعطيك العافية أم نجي وللبنات يعطيك العافية إن شاء الله. دعانا لك وللعائلة بالحب بعد كم يوم ويكم يعطيك العافية حياكم وبياكم إن شاء الله مكانكم وقناتكم وإن شاء الله ندعو لكم الله يحفظكم أم نجي الطيبة المرأة الخلوقة حياك الله يا أبويا. الله يكتب لكم إن شاء الله زيارة الحسين وإن شاء الله ندعو دائما لكل المشاهدين. نعم نعم أم علي من بغداد أهلا يا أم علي حياكم الله أبويا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أم علي. السلام على الحسين. أحب أسلم على الحسين. يلا تفضلي أبويا تفضلي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على قمر الحسين أبي الفضل العباس ووالدته السيدة أم البنين وأخته السيدة الحوراء زينب. أحمد الله وأشكر أنه الله رزقني وأنه قدرت أتصل بكم وأخابر وأسلم على الإمام يا الحسين أبا وأخيها عبد بالفضل الله، العباس. يا أبا عبد الله إن شاء والله الله. أريد أسجل، أي تفضل. أريد أسجل أسامينا بالصفرة أم البنين، سجل أنا وأولادي، أسامينا. عائلة، نعم، عائلة أبو علي، عائلة أبو علي صحة وعافية إن شاء الله، توفيق للأولاد أبو علي وإن شاء الله أم علي وكل المشاهدين كل المتابعين، الله يحفظكم ويكتب لكم السلامة ويكتب لكم زيارة سيدي ومولاي الحسين دنيا وآخرة إن شاء الله بحق محمد وآل محمد بخدمة أم نجلاء من ذي قار. حيا الله أم نجلاء، أهلا بك بويه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا يا أم نجلاء، هلا بك، حياكم الله بويه. شلونك شيخني؟ أنا بخدمتكم بنعمة، بس كونوا أنتم بخير وطيبين. سلام على الحسين وأولاده، سلام على زهر، سلام على السيدة زينب، سلام على الحسن والحسين وفاطمة الزهراء وأم البنين ورحمة الله وبركاته. أنا مريضة. مبين من صوتك أم نجلاء. تعبان وأريد أطلب الشفاء من الله ومن الحسين. أي من الله ومن الحسين والنعم. أفضل باب هذا باب الحسين. وبالتهم عدي كلش تعبانة. ان شاء الله بنتك وانت دعانا لكل مريض لكل طالب حاجه يا ام نجلاء، ان شاء الله صحه وعافيه وتتصلين وتقولين ببركه الحسين، شافيت وتعافيت ببركه الحسين. شافي شيماء، شيماء ان شاء الله نذكرها بالاسم. نعم شيماء بتخز علي. يا الله ان شاء الله بخدمتكم. تعبانه كلش تعبانه، خطي يا سي على الاكسجين. دخيلك يا ابا عبد الله. شيماء كل المشاهدين اللي يسمعون صوت الان تقول شيماء عايشه على الاكسجين بسفره ام البنين، ارفعوا الايادي، حتى الشباب هنا بالاستديو مصورين ان شاء الله رفعوا اياديهم ودعوه غريب. اي والله ان شاء الله تتشافى وتتعافى ببركه محمد. جال معوقين أولا. أصغر واحد 4 أشهر. دخيلك يا أبا عبد الله، هسه احنا نقول لولادها. أيوة. نظرة. أي والله شافيها لولادها مسكينة. يا أبا عبد الله الله يشافيها. عدا ستة جهال وخيرة وين أودي. دخيلك يا أبا عبد الله الحسين. وتعبان وكيف كيف الحسين بعد احنا نقول كيف الحسين المسكينة هي مريضة وبنيتها مريضة، وإن شاء الله كل الموجودين الولد أفضل البنات عندها بس بنات. الله يشافيها يا أمه، الله يشافيها بجاه الحسين، كل الموجودين تأثروا ورفعوا العياد بالدعاء، وكذلك المشاهدين الآن يسمعون صوتك وكل فيهم قل لهم عمي وين ما كنتم ورفعوا العياد بالدعاء لشيماء عايشة على الأكسجين المسكينة، الله يشافيها لولادها. يا أبا عبد الله سيدي إن شاء الله نحلفك ببنيتك العليلة فاطمة العليلة إن شاء الله تشافيها. دخيلك يا أبا عبد الله. هي ابكي ابكي، هاي الدمعة إن شاء الله هي بيها شفاء، وهاي ليلة الجمعة وزوار الحسين من بين الحرمين. يا أبا عبد الله الله يحفظك يا أم نجلاء، إن شاء الله بخدمتكم واسمها صار عندنا وراح ندعي لها إن شاء الله. ناخذ اتصال. طيبة من البصرة، أهلا يا طيبة، حياكم الله أبويا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أخيك بالفضل عباس، وعلى أختك الحوراء زينب. السلام عليك وعلى أمك فاطمة الزهراء، وعلى أبيك علي بن أبي طالب، وعلى جدك المحصون محمد صلى الله عليه وآله. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبي الفضل عباس ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدتي ويا مولاتي يا أم البنين يا قاضية الحاجات. أمان أخي لا تنساني من دعائك، ادعي لي بقضاء الحاجة، حاجتي أمانك يا أم البنين إن شاء الله ما ترد. إن شاء الله هاي أم البنين باب الحوائج، وإن شاء الله تنظر ليش وتعرف حاجتك شنو في قلبك وتقضى ببركة محمد وآل محمد وبركة الدعاء إن شاء الله. الله يحفظكم، اكتب لكم السلامة ولا حرم.
نعم عبير من واسط، أهلا يا عبير، حياكم الله أبوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الله يحفظك سيدنا. الله يحفظكم. الله يسلمك. الله يحفظك أبوي. أسألك الدعاء عند مولاي. خدمتكم يا عبير. إمام الحسين. توجهي للحسين وسلمي على الحسين. يا أبا عبد الله، يا سيدي، يا مولاي، يا أبا عبد الله، يا وجهين عند الله، واشفع لنا وعند الله بحق محمد وآل محمد. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، يا كاشف الكرب عن وجه أخيك. السلام عليك يا عزيزة الزهراء، يا أم البنين، يا أم البدور والصواب. السلام عليك يا قطيعة، يا أم قطيعة الكفين. السلام عليك يا مولاتي، يا أم البنين، يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا وعند الله يا مولاتي. طوبى لها طبع الكرائم طبعها، قد أعطت الحسين هي أبناءها، قد فدت الحسين في بنينها، صالوا وجال الحروب في لها. من امرأة سمت بحسين خصمها، وجت وجادت في بكل كيانها. على الحسين كان يجري دمعها، دخلت على زينب في أحزانها. يا مولاتي يا أم البنين، سيدة أطلب من عندك حاجة. اللهم صل على محمد. إن شاء الله إذا إن شاء الله عندك شيء في قلبك، وهاي سفرة أم البنين نتوسل بها، وإن شاء الله يا أم البنين يا مولاتي، إن ولادك سجد اسم والدتي هديبة قبيلة كلش تعبانة. إن شاء الله بخدمتكم، وإن شاء الله إن شاء الله ربي يوفقك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يحفظكم ولا يحرمكم من زيارة سيدي ومولاي الحسين لكل المشاهدين لكل المتابعين. أبو حسين من بغداد، أهلا حياك الله أبو حسين، شلون الصحة؟ أبو أمير الوري، الله يحفظك. اللهم صل على محمد وعلى معزول سيدي مولاي الإمام الحسين وفضل العباس عليهم السلام، يا أبا عن صحبه الخسر والزمه، عن والدي وعن والد قربك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحبه. السلام على قمر الحسين أبو الفضل العباس. السلام على عقيلة زينب جب. السلام على أم البنين. إنا توجهنا واستشفعنا بكم وتوسلنا بين حالين. يا وجهنا عندك الله اشفع لنا، يا وجهنا عند الله اشفع. أبو أمير عندنا حواجب إن شاء الله. يا أبو حسين دعانا لك وللأولاد، ودائما تسألني وتقول لي ادعي لي للأولاد بالنجاح، إن شاء الله النجاح دائما لكم وربي يحفظكم. نعم من البصرة أم محمد، حياكم الله يا أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا. أحب أسلم على سيدي ومولاي أبا عبد الله حسين في كربلاء، وعندي حاجة طلب. يا أبا عبد الله، يا الله، يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا قمر بن هاشم أبا فضل العباس ورحمة الله وبركاته، السلام على زينب الحوراء وعلى السيدة رقية ورحمة الله وبركاته. سي ملا محمد عندي حاجة ملحة، طبعا عندي للشفاء اسم جمال جميل. نعم. وجلال جلال هاي للحاجة، جلال جميل للحاجة، أبدأ يعني طايح بشدة، ويا ريت تدعي لعد أبا عبد الله الحسين إن شاء الله يخلص من هاي الشدة، وسليم جميل فما للشفاء. نعم إن شاء الله، وبهي جموسة ان شاء الله، وجميع يعني العائله كلها احنا ان شاء الله يا رب العالمين بالتوفيق. الله يحفظكم وان شاء الله صحه وعافيه لكل مريض، لكل طالب حاجه، لكل معلول، لكل مهموم. نعم سيد امير من واسط، اهلا يا سيد امير، حياك الله ابويا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلام الله الحسين وعلى علي وعلى اولاد وعلى اصحاب الحسين وعلى فضل عباس وعلى أم البنين فاطمة، ادعينا يا مولاي إن شاء الله هذه الليلة ليلة استجابة الدعاء، وسفرة أم البنين سفرة الشفاء والعطاء وسفرة تسهيل الأمور، إن شاء الله توجهنا إلى باب ما يرجع له زائر، وإن شاء الله الله يحفظك على الصوت هذا الحنين، والله أوجعت قلوبنا، الله يرحم والديك ويحفظكم رب إن شاء الله. والله الله يبارك بيكم إن شاء الله ويحفظكم، وكذلك لا ننسى ونحن جوار الحسين الدعاء لأهلنا في لبنان تضامنا
الله يرحم الشهداء وإن شاء الله يشافي الجرحى ويكتب لكم النصر إن شاء الله ببركة محمد وآل محمد. فقط الدعاء إن شاء الله. كثير من الناس اللي يتصلون يراسلون، أنتم جوار الحسين، دعائكم لنا إن شاء الله حفظ وأمان إن شاء الله يا رب العالمين، لكل المشاهدين لكل المتابعين. نعم، دعانا لخولة وأم خولة كذلك بالصحة والعافية وزيارة سيدي مولاي الحسين، ولا يحرمكم من زيارة الحسين. كذلك دعاء لكل متصلي ومشاهدي برنامج فطرس اللي دائما يتصلون ويسألون على سفرة أم البنين. نعم، أم حبيب خادمة الزهراء من الناصرية، أهلا يا أم حبيب، حياكم الله أم حبيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم. قاعد روحي استرقم قدام أم حبيب. هلا هلا بيش يا حسين. ممكن أزور؟ يا الله تفضل أبوي، تفضل تفضل تفضل. السلام عليك يا الحسين، السلام على علي بن الحسين، السلام على باب الحسين، السلام على اخوان الحسين، السلام على امير المؤمنين وفاطمة الزهراء، السلام على الحسن والحسين، السلام على ابو الفضل العباس، السلام على ام البنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صحة وعافية للجميع ان شاء الله، وجميع المرضى يشوف كل مريض. يا رب العالمين يا رب يا رب إن شاء الله يا أم حبيب. دعائنا لكل طالب حاجة، لكل مريض، لكل مهموم. أي والله طالب حاجة ما عنده ذرية. أي والله ذرية. يا رب الله يرحم والديك يا أم حبيب، ويكتب لكم زيارة الحسين إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله، وما ننسى. نعم، أم حسن من كربلاء، أهلا يا أم حسن، حياكم الله أبوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على مولاي أبي الفضل العباس، السلام على مولاتي أم البنين، السلام على مولاتي أم البنين، السلام على مولاتي فاطمة الزهراء. أدعينا أدعينا للحج يا أم العام، أم أنعم، أدعينا صالها أسبوعين بالعناية المركزة يا علي دخيلك. أريد يعني إحنا أريد من الله الاستجابة منكم الدعاء يا رب العالمين. أم أنعام الحاج خادمة الزهراء إن شاء الله ندعو لها بالشفاء العاجل يا رب، ما عندنا غير الدعاء إن شاء الله، وتبشرونا وتقولون تشافت وتعافت ببركة محمد إن شاء الله يا رب. إن شاء الله الله يحفظكم ويكتب لكم إن شاء الله زيارة الحسين. رحم الله والديكم، رحم الله والديكم. الله يبارك بيك، وحقيقة مبين اللي عنده حاجة، اللي مهموم والمغموم، خصوصا اللي عنده مريض ولا يرقد في مكان جدا صعب بين الحياة والموت، ماكو غير الدعاء. الله يرحم أمواتكم وشافي كل مريض إن شاء الله. عندنا أسماء، أم أسيل في العناية المركزة ندعو لها في سفرة أم البنين، الله يشافيها ويعافيها. كذلك زيارة نيابة عن المرحوم أبو حوراء المؤذن، كذلك المرحوم رياض أبو آيات، والمرحوم الحاج فليح، والمرحوم معتز، والمرحوم ماهر، والمرحوم الحاج جاسم، والمرحوم الحاج عيسى إن شاء الله. كذلك زيارة نيابة عن المرحومة العلوية أم أحمد أبو فارس العرباوي، هذه الأسماء اللي ترسل اللي طبعا، أما الأسماء اللي تجي إلى القناة اللي يرسلها لنا السيد سيد عماد الله يحفظه ما شاء الله كثير اليوم، عائلة البهبهاني وعائلة القربان وعائلة الحاج كفاح، عائلة الحاجة منى، عائلة رباب عبد الرسول، دعاء رزاق ريكان، والحاجة سميرة جابر الكمونة، عائلة تراث عباس، عائلة دموع سعدون، أم زهراء، والعائلة لميعة باجي، محمد عبد الصاحب، مرتضى ياسين، حيدر عبد الأمير، أسماء محمد، رقية حيدر، زينب أبو الفضل، عبد الأمير مهدي، بيداء عبد الأمير، رسول جواد، مصطفى رسول، سهام، آية محمد، سيد حسين، الحاج محمد، الحاجة جمهورية، قاسم محمد، رسمية محسن عبد العباس، أم حسين، فاطمة بنت ميعاد، نورس محسن، انتصار أم محمد وعائلتها، سعاد محمد، رقية عباس، سيد علي، آلاء حسن، صبيحة علي، هيلين قاسم، إيناس هادي شلال، عائلة رباب أحمد، زمزم صالح الفارسي،
الحاج أم عدنان، سيد حبيب الخرسان، مائدة إبراهيم، ميثم عذراء، زهراء، حسين، هادي، فاطمة، خولة، قاسم، أميرة، محمد، رضا، رقية، حسنيا، أسماء، سيف العائلة، محمد، آمال، سجاد، بتول، فاطمة، خديجة، محمد، سرى، طالب، نوال، باسم، هناء، حسن، حسين، علي، الهادي، تقى، سعاد، عبير، وارث، سهير، وليد، أساور، أمير، سارة والعائلة، ساجدة، إبراهيم والعائلة، ياسر والعائلة، علاء والعائلة، حازم والعائلة، عباس والعائلة، حكمة والعائلة، ميادة، رحيم والعائلة، وكذلك ذكرنا أم أسيل الآن في العناية المركزة، الله يشافيها، ابتسام بنت فليحة، وداد، عبد الرضا، ولكل المشاهدين بدون ذكر الأسماء. طبعا هنا بعد أسماء عندنا موجودة كثيرة هنا اللي يجيبها أخونا الإعلامي أمير أحمد، هاي كلها أسماء يضحى بالسفرة وبها أسماء كذلك، يعني إحنا اللي ضيق الوقت ما نقدر نذكر كل الأسماء لأن الناس تتمنى أنه ينذكر اسمها في سفرة أم البنين. كذلك أرجع وأقول اللي يحب أنه نذكر اسمها ونزور عنها نيابة يرسل رسالة صغيرة داخل البث المباشر اللي يتابع لقناة الإمام الحسين البث المباشر الفيسبوك، إن شاء الله إحنا كذلك النوب عنكم الزيارة والدعاء. ما أعرف أن وقتي عندي وقت، أما وقتي أشرف على الانتهاء. الله يبارك بك إذا كان. الله يحفظك سيدنا سيد حبيب الخرسان السيد المخرج الطيب. كذلك نوجه من خلال شاشة قناة الإمام الحسين لكل الراغبين في إقامة هذه السفرة عن أرحامهم، عن آبائهم، عن أخوانهم، لتسهيل أمر لشيء التواصل موجود الأرقام أسفل الشاشة، وأنتم إن شاء الله الشباب راح تعاونون وياكم بخصوص سفرة أم البنين اللي تظهر ليلة الجمعة من خلال القراءات، ندعو ونذكر أسماءكم. وأرجع وأذكر كل ليلة الجمعة إن شاء الله ندعو لكم في هذه السفرة المباركة. نشكر كل الشباب المتعاونين في سفرة أم البنين، ملا علي السعدي والشباب اللي ما أذكر أسمائهم خب يزعلون علي، رسول، مصورين كذلك أوجه لهم التحية والحب، لأن الكل مشترك مشتركين في هذه السفرة، مو فقط أنه أنا أقرأ، لا أكو مصور ينقل لكم الصورة، وأكو بصوت اللي يقدم لكم الصوت، وأكو إعلامي، وأكو شباب يكتبون الأسماء. شكرا لهم، إن شاء الله أم البنين تجازيهم على هذا العمل المشرف حقيقة، أنه نعمل عند مولاتي أم البنين هذه السفرة اللي يا ما قضت يا ما شافت يا ما رزقت يا ما عطت يا ما وفقت يا ما سهلت هذه الأمور بذكر أم البنين والبكاء على أم البنين سلام الله عليها وإقامة هذه السفرة، لنعرف أنه سفرة أم البنين بها قضاء حوائج، لأن مولاتي أم البنين تنازلت عن الاسم وعن الكراء، كل شيء تنازلت للحسين لأمير المؤمنين، وأصبحت حتى أولادها أصبحت باب من أبواب الحوائج، يقصد لكل شخص محتاج يطرق باب أم البنين سلام الله عليها في هذه السفرة. إن شاء الله إن شاء الله ما تنسانا مولاتي أم البنين. إلهي بالحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، شافي وعافي كل مريض، وعلى الخصوص من اتصل من كان حقيقة محتاج الدعاء، نرفع الأيادي بالدعاء لكل مريض أن يشافي ويعافي ببركة هذه السفرة إن شاء الله برضيع الحسين، لطالبي الذرية إن شاء الله الصالحة، إن شاء الله نتوسل بالحسين لكم الذرية الصالحة، النجاح لكل الطلبة لكل المراحل إن شاء الله، نرفع الأيادي بالدعاء لكم بالحفظ والأمان. كذلك لا تنسونا من دعاكم بالتوفيق لخدمة مولاتي أم البنين ومولاي الحسين إن شاء الله. انتظرونا إن شاء الله الخميس القادم في تمام الساعة 9، أنا خادمكم ملا محمد السلاوي، أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.